إذن خبر في غاية الأهمية والعديد من التفاصيل، أيضا نعرف المزيد عن ما يحدث في فرنسا وماذا عن تفاصيل هذه المكالمة الهاتفية بين الرئيسين مع الزميل خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا. أهلا بك خالد، إذا حدثنا أكثر عن كواليس وأصداء هذه المكالمة، وخصوصا أن هذه المكالمة سبقت إعلام فرنسا بالاعتراف بدولة الفلسطينية المستقلة. نعم مارينا، صباح جديد، صباح سعيد عليك وعلى شيرين وعلى كل مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان. بالفعل هناك اهتمام كبير من الصحف الفرنسية بهذا الاتصال الذي يحاول من خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصحيح الوضع أو توضيح الوضع، حيث تبدو أن الصورة مشوشة حسب ليبراسيون التي أكدت أن هناك تناقض كبير جدا في المواقف، بل تردد في الموقف الفرنسي. الرئيس الفرنسي في زيارته الأخيرة إلى ألمانيا مارينا تحدث على أن الوقت غير مناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكد ما كان تحدث به ستيفان سيجورني وزير خارجيته. ولكن هذه المكالمة أوضحت أو وضعت النقاط على الحروف وأوضحت الموقف الفرنسي. فرنسا أصبحت تطالب بشرط، هذا الشرط هو إصلاح السلطة الفلسطينية بالدرجة التي تسمح لها بالسيطرة على جميع أراضي السلطة الفلسطينية بما فيها غزة. إذن الشرط هو تحييد حماس على حد قول أو حسب جريدة ليبراسيو. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الموقف الفرنسي الآن أصبح أكثر وضوحا وتخوفا مما يحدث في غزة، وبصفة خاصة بعد الانتهاكات التي ضربت رفح. ولهذا استغل الرئيس الفرنسي الفرصة وقدم تعازيه للشعب الفلسطيني. وأيضا هناك مواقف سياسية كانت ظاهرة في الأفق وتحدثت عنها الصحف الفرنسية الصادرة صباح اليوم، وهو إلغاء تواجد 74 شركة في المعرض الدولي للأسلحة والدفاع والأمن، وهو كانت بتحتضنه مدينة فيلبانت بالقرب من باريس. كان سيشارك في 74 شركة إسرائيلية، ويبدو أن الحكومة الفرنسية استشعرت الخطر وبدأ الشارع يتحرك، ولهذا هناك تغير نستطيع القول في الموقف الفرنسي مارينا. نعم خالد، يعني بعد تظاهرات معهد العلوم السياسية في باريس واليوم ومبوليه، طلبة المدارس الثانوية ينضمون للتظاهرات تعاطفا مع غزة. يعني اخبرنا عن تفاصيل اكثر عن هذه المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية. الحقيقة شيرين، الطلبة والفيدراليات الطلابية بالإضافة إلى الأحزاب اليسارية الفرنسية والفيدراليات العمالية تتظاهر منذ هذه الضربة الموجعة التي ضربت رفح، هذه الضربة العنيفة الغير إنسانية. منذ 7 أكتوبر كانت هناك تظاهرات، وحدة التظاهرات تزداد يوما بعد يوم. وبعد طلبة الجامعات ومعهد العلوم السياسية في كل من باريس وليون ومونبلييه، بالأمس فقط كانت هناك تظاهرة لطلبة المدارس الثانوية في مدينة نيس. إذن نحن أمام غضب طلابي كبير، وعندما يغضب الطلاب والشباب في فرنسا بيدق ناقوس الخطر، ولهذا حالة كبيرة جدا، وخصوصا أن تظاهرات وإضرابات أيضا خالد، يعني تشهد فرنسا عدة إضرابات أيضا، يعني بعد إضراب في تحديدا مجال النقل الجوي بمطار أورلي هذا الأسبوع، أعلنت أيضا وكالة العمال الفرنسية عن إضراب العمال بالموانئ البحرية. ماذا عن هذه أيضا النقطة؟ أخبرنا أكثر عن هذا الموضوع مارينا. الحقيقة الأسبوع الماضي كنا تحدثنا عن إضراب عمال مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، وهم مفتشين الرقابة الجوية. سوفي بنات، وهي رئيسة اتحاد العمال السي جي تي، تحدثت على أن استمرار حركة الإضرابات في هذه المرة في الموانئ الفرنسية. أنا أحدثك من المرفأ القديم بمارسيليا ومن أمام المرفأ القديم بمارسيليا، وهذه الحركة هي
مستمرة طوال هذا الشهر، وتم إرسال بيان لمطالبة بعدم تطبيق قانون التقاعد الذي كان في الأسبوع الماضي وتم يعني فرضه على الفرنسيين بالقوة، وبصفة خاصة أن العمال الذين يعملون في هذا المجال هم عمال يتعرضون لأعمال صعبة للغاية وثقيلة للغاية، ولهذا هذه الفئة من عمال الميناء البحري في هذه المرة يدخلون في عمليات إضراب سيتم تنظيمها يوميا على مدار 4 ساعات ما بين 10 صباحا والرابعة بعد العصر. خالد، لو انتقلنا إلى الجهود الفرنسية استعدادا للانتخابات الأوروبية، خاصة أن هناك هواجس صعود اليمين الشعبوي. نعم شيرين، الحقيقة فرنسا مثل دول الاتحاد الأوروبي على موعد في 9 من هذا الشهر الأحد بعد القادم لانتخابات اختيار أعضاء البرلمان الأوروبي. وزارة الداخلية وعلى صفحتها على منصة إكس أوضحت ووضعت بعض من البيانات يستطيع الفرنسيين التعرف من خلالها طارة على المرشحين والمترشحين عن هذا الحزب أو ذاك، وطارة أخرى أماكن اللجان التي سيدلون بها بأصواتهم، وأيضا بعض من المعلومات عن طريقة عمل توكيل في حالة غيابهم. ويبدو أن الفرنسيين غير مهتمين بما يحدث في الانتخابات الأوروبية، إلا أن هناك تخوفات الحقيقة 20 من قبل الحكومة الفرنسية، وبصفة خاصة بعد أن ارتفع نسبة حصول جوردان بارديلا وهو المسؤول عن حزب التجمع الفرنسي، حزب اليمين المتطرف الذي جاء حسب آخر استطلاعات للرأي في المركز الأول بـ 33%، تتبعه الممثلة لحزب النهضة حزب الرئيس ماكرون بـ 22%، ولهذا الحكومة الفرنسية تستشعر الخطر في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تعيشها فرنسا، طارة بسبب ما يحدث في أوكرانيا وطارة أخرى بسبب ما يحدث في غزة، مما له يعني تداعيات على الداخل الفرنسي، وهذا يشرح التغيرات في الموقف الفرنسي مؤخرا. شيرين، خالد، تطورات عديدة في فرنسا بالطبع، متابعة مستمرة معك على مدار اليوم. بشكرك شكرا جزيلا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شكير، كنت معنا من مارسيليا.